بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن سايت سيستم رولز. تحت سايت تحت الادمنستريشن في سايت كونفيجريشن سيرفر اند سايت سيستم رولز هتلاقي الرولز بتاعت السيستم سنتر كونفيجريشن مانجر. انت الكونفيجريشن مانجر بيقسم نفسه لمجموعة من الرولز، كل رول بتقدر تعمل حاجة معينة، مثلا رول بترمي ابلكيشن، رول بتمانج الابديتس، رول بتمانج انتي فيروس، رول بتمانج الكلاينت. فانت تقدر تنزل الرولز ديت على ديفرنت سيرفرز، مش لازم يبقى كل حاجه على سيرفر واحده. فهو مديك اختيارات واسعه بحيث ان انت تقدر تكستمايز بشكل، ممكن تخلي سيرفر عليه 2 رولز وسيرفر تاني عليه بقيه الرولز، ممكن تخلي سيرفر كذا سيرفر عليهم نفس الرول كذا، مثلا يعني لو رول زي ديستريبيوشن بوينت تقدر تخليها على 20 سيرفر 30 سيرفر as you like. السيرفر بتاع الكونفيجريشن مانجر. خلينا نشوف الرولز اللي هو انستولد باي ديفولت. عندنا كومبوننت سيرفر وعندنا سايت سيستم، دول هيبقوا انستولد باي ديفولت على اي سيرفر للكونفيجريشن مانجر، سواء بقى كان هو المين سيرفر او كان سيرفر تاني هنحط عليه رولز معينه، او سيرفر لو كنا عندنا الكاس وعندنا البرايمري وعندنا السكندري او عندنا بوينتس زي اللي هنتكلم عليها. فأي سيرفر عليه سيت اب كونفيجريشن مانجر هيبقى عن كومبوننت سيرفر وعليه السايت سيستم. السيرفر الأساسي اللي بيكون عليه الكونفيجريشن مانجر كومبوننت والسيرفيسز بيكون اخد رول اسمه سايت سيرفر. السيرفر العادي ده داتابيز بتاعت الكونفيجريشن مانجر بيبقى اسمه سايت داتابيز سيرفر. فاحنا عشان عاملين انستول داتابيز لوكال فده اخد سايت داتابيز سيرفر. لو كان عندنا داتابيس سيرفر منفصل كانت الداتا سايت داتابيس ما كانتش هتبقى موجودة هنا، كانت هتبقى موجودة هناك، وكان هيبقى موجود هناك برضه السايت سيستم والكومبوننت سيرفر. سيرفيس كونكشن بوينت ديت اللي اتسألنا عليها في الويزارد واحنا بنعمل انستليشن، اللي انت عاوز تكونكت وترجستر عند مايكروسوفت عشان تحصل على ابديتس ولا لا. بقى لنا المانجمنت بوينت والديستريبيوشن بوينت. المانجمنت بوينت ديت الكلاينتس بيكونكت او كلاينتس بيتكلم من خلالها الكونفيجريشن مانجر. المانجمنت بوينت هي اللي بتدي التعليمات للكلاينتس، انا عاوز منكم داتا ايه، والكلاينتس لما بتبعت داتا للكونفيجريشن مانجر بتبعتها للمانجمنت بوينت. الديستريبيوشن بوينت هي مثلا انا عاوز انستول ابلكيشن على الكلاينت، سي ان انا المانجمنت بوينت قالت للكلاينت انت متوفر عندك الاوفيس تعالى اعمل له انستول، فهو بيروح يكلم الديستريبيوشن بوينت ياخد منها نسخه الاوفيس عشان يعملها انستول. فدي الرولز اللي بتكون نازله باي ديفولت على معظم الكونفيجريشن مانجر سيت ابس. طب انا عاوز اعمل رول اضافيه، عاوز انزل رول اضافيه، فباجي هنا بقول كليك يمين اد سيستم رولز. هنا بيقول لي ان السيرفر اللي هتستعمل سيت اب عليه وده تابع لاي سايت، ولو هيكونكت على الانترنت او الناس هيتكلموا الانترنت هيكون فول كلاسيفايد النوع بتاعه ايه، و اكونت اللي هتعمل هو اذا كان هيكونكت من خلال بروكسي ولا لا. ودي بقى بعض السايت سيرفيس سايت سيستم رولز اللي تقدر تنزلها. احنا مش هنتكلم على كل واحدة من دول، هنتكلم عليها في وقتها. أهم واحدة بس هنتكلم عليها دلوقتي اللي هي الفيل باك ستيتس بوينت. ديت الكلاينتس بتستخدمها اللي هي تبلغ حالتها، أو بنقدر تكومينيكيت مع الكونفيجريشن مانجر تقول له والله أنا مش قادر أكلم المانجمنت بوينت لأي سبب. يبقى هو زي ما بيقول لك الفيل باك ستيتس بوينت هيلب يو مونيتور كلاينت انستريشن and identify the client are unmanaged because they cannot communicate with their management point. فالطبيعي اللي انت مش هتنزل الفيل باك ستيتس بوينت على نفس السيرفر اللي عليه المانجمنت بوينت، انت نازل المانجمنت بوينت على سيرفر والفيل باك ستيتس بوينت على سيرفر تاني. فلو كلاينتس اللي هي بيحصل لها انستليشن حاولت تكونكت وز المانجمنت بوينت بتاعتها وحصل لها فيلير لاي سبب، سواء بقى كانت المانجمنت بوينت فيها مشكله، الاي اس بتاعها واقع، السيت اب بتاعها فيه مشكله، في فاير وول بلوك الكوميونيكيشن بين الكلاينت وبين المانجمنت بوينت، او المانجمنت بوينت داون ستارت بسبب اي حاجه، فالكلاينتس
الكلاينتس هتكوميونيكيت توز في الباك ستيتس بوينت على بورتس معينه، بحيث لو انت عندك خلينا نجيب لكم على بورتس معينه، بحيث ان انت لو عندك المانجمنت وايد فيها بلوك هيطلع لك في المونيتورنج والستاتس هنا اللي والله الكلاينتس ديت ما حصلهاش انستليشن بسبب مشكله مع المانجمنت بوينت، وانت عارف تفاصيلها عن طريق في الباك ستيت بوينت. خلينا نقول نيكست. زي ما شايفين الدنيا سهله جدا في الباك ستيتس بوينت، ما فيش اي انفورميشن محتاجينها. نيكست نيكست كورس. فزي ما احنا شفنا دي الطريقه بتاعه الانستول بتاعه اي رول، مجرد اللي احنا بنيجي نقول انستول الرول وبنحدد الكونفيجريشن الخاصه بالرول، وزي ما احنا شفنا انتروداكشن بسيطه عن الرولز. بقيه الرولز ان شاء الله هنتكلم عليها كل واحده في وقتها ان شاء الله، ما تقلقوش في الحته دي. سنكون في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.